طيب يعني، وانا ايضا يعني استوقفتني هذه العباره انه امن فرنسا، امن مصر من امن فرنسا، يعني عباره لو قالها رئيس عربي او زعيم عربي يعني يمكن فهمها، لكن ان يقولها زعيم غربي وزعيم دوله بحجم فرنسا يجب ان نتوقف عندها. يعني ماذا يعني ذلك وكيف يمكن ترجمته؟ يعني تصوروا، لنضع بعض الافتراضات في عالم الرياضيات دوما بعض المرات نحلل عبر الفرضية التي لا تحصل الأبسرد، واليوم نقول لو افترضنا سقوط الدولة المصرية ماذا يعني سقوط مصر للعالم؟ لا يعني فقط ضرب العالم العربي وضرب قلب القارة الإفريقية أيضا وضرب المتوسط، هذا يعني انهيار أحد أركان النظام العالمي، ويعني أيضا الهجرة غير الشرعية، ويعني انتشار الإرهاب، ويعني الكثير بالنسبة للغرب وبالنسبة لفرنسا بالذات. فرنسا التي ترأست مع مصر الاتحاد من أجل المتوسط، فرنسا تربطها مع مصر هذه العلاقة المتوسطية، تربطها العلاقة من خلال أوروبا وإفريقيا، تربطها من خلال الحوار الأوروبي العربي، كون مصر أول دولة عربية وفرنسا كانت دوما بوابة العرب إلى أوروبا. كل هذا بالطبع هناك منذ أيام حملة نابليون وأيام تعاون بين فترة محمد علي ومسألة قناة السويس وما حصل بعد ذلك من غزو للسويس وترتيب العلاقة أيام الرئيس الراحل عبد الناصر بعد تبني ما سماه ديغول السياسة العربية لفرنسا، هناك تاريخ متصل بشكل أو بآخر. النهضوية الكبرى بدأت مع رفاعة الطهطاوي الذي نعم أتى إلى باريس، والعلماء من فرنسا ساهموا كثيرا في إبراز الحضارة المصرية، إلى حد أن هناك عبارة هنا تردد إيجيبتومانيا، يعني الكل يعني يرى في مصر مركزا حضاريا أساسيا، وكل هذا يهم الفرنسيين، نعم يهمهم أيضا المكون المسيحي في مصر.